وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال رحمه الله: قلت ما من صفة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج، أي ذلل ونهج الطرق الموصلة إليها وأعان عليها بكل وسيلة، وكلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. ويقصد الشيخ بهذه التقدمة أن فعلا حسن الخلق له أسباب ووسائل تفضي إليه، ولعل ما يوضح ذلك ويبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. كذلك قول الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.